لانه مدرستي كانت حكوميه، كان في كتير شغلات غريبه بتصير فيها، بس ما في شيء اغرب من الاساتذه اللي كانوا يدرسوني. كنت كل ما امر من غرفه المعلمين وطالع لجوا الاقي استاذ الجغرافيا معصب، استاذه الانجليزي حامل وقاعده عم تحكي مع استاذ الهندسه اللي هو كمان شكله كانه حامل، استاذه العلوم قاعده عم تحكي مع كل الطلاب مزعجين، ومدرس الديانه قاعد عم يتضارب مع مدرس الموسيقى. بس بينهم كلهم كان في استاذه واحده قاعده لوحدها ما حدا عم يكلمها، وعم تطلع منها هاله مرعبه اللي هي استاذه الفيزياء اللي عم تشتغل بالمدرسة من فوق 40 سنة. والسبب ليش الكل بيخاف منها لانه هي طول الوقت بتضرب الكل على اقل غلطة. غالبا مو بس الطلاب اللي بتضربهم، حتى الاساتذة. بس الشي اللي ما في اي حدا بيعرفه انه هالاستاذة هي الطف استاذة بالعالم، وما حدا بيعرف هالشي غيري. هلا بحكي لكم كيف انا عرفت هذا الشي، بس انتو كملوا الفيديو للنهاية وبتعرفوا كل شي. بالاول هلا مشان تفهموا علي اكتر بدي احكي لكم عن اسوأ المعلمين اللي درسوني بكل حياتي. وممكن تتوقعوا انه تكون استاذة الرياضيات او العلوم او حتى الانجليزي، بس لا، اسوأ استاذة بالعالم هي اختي الكبيرة، وهي ابدا ما كانت لطيفة وقت كانت تدرسني. دبديب وركز معي، اذا معي 3 تفاحات واكلت تفاحتين كم تفاحة بيضل معي؟ تفاحة واحدة؟ برافو شطور. هلا خلينا نعلمك نظرية فيثاغورس، وانا مع مبالغ ابدا. وقتها اساسا انا بعمري كله ما كنت بعرف انه فيك تجمع وتطرح الاحرف، واختي بتعصب علي اكثر لاني انا مالي فهمان شيء، وانا اعصب على اختي لانها ما عم تفهمني شيء. وبعد ايام من المضاربات اخيرا قدرت اتعلم النظرية هي. انا ما بعرف كيف عم يعطوكم الصف الثاني النظرية هي، بس اهم شيء انك هلا صرت بتعرفها فعلا. معك انا كثير غريب انه ما شفتها من قبل ابدا. لحظه، ولا مره انت شفتها على السبوره؟ لا. ولما اختي بتدقق بكتاب للرياضيات بتكتشف انه هي كانت عم تدرسني بكتابها القديم، يعني انا كنت عم ادرس منهج اعلى من مستواي ب4 سنين. لا، والمشكله لا اختي لاحظت ولا انا لاحظت. حرام، يعني هي قاعده عم تدرسني على نياتها وبتدرسني. انا قصدي انه هي كانت تضربني بالعصايه الخشب اللي كانت اطول منها كل مره انا بغلط. انا بظن انه لحد هلا في علامات ضرب على جلدي، ويا ريت الموضوع وقف هون لانه هي ما زالت محتاجة انه هي تعلمني دروسي الحقيقية. فبعد ما اختي ضربتني بكل قصر عصاية الخشب راحت بدها تطلع برا الغرفة، بس التفتت علي وقالت لي لما ارجع بدي اياك حافظ 14 صفحة والا لحفتتك لجزيئات العين المجردة ما بتقدر انه هي تشوفها. تمام يا قلبي، تذكر انت شطور، باي. وانا وقتها رحت لاحفظ دروسي مشان ما انجلد من اختي، بس اختي نسيت جوالها جنب كتابي اللي انا المفروض ادرس فيه، وانا اكيد مسكته بكل سرعه مشان العب فيه. بس طلع بوشي كلمه سر، فانا كتبت اسم اختي لانه هي نرجسيه وبتحب حالها، بس ما طلعت هي كلمه سر. وبعد محاولات كثيره 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 الجوال انقفل لمده 4 ايام. هلا صار وقت انه انا اركز على دروسي لانه ما عندي اي خيار ثاني. وبتفوت اختي بكل رواق على الغرفه، بتشوفني انا قاعد عم ادرس، بتاخذ جوالها وبتطلع. بعدين انت شو عملت بجوالي؟ والله لقيت لك. فاختي يعطيها الف عافيه، ابدا ما قصرت ضربي اثناء تدريسي. هلا هي بتدريسي كثير قصرت، انا اخرتي صرت يوتيوبر، بس بضربي لا الحمد لله. وصراحه وقتها كان ضربي اللي انا عم اكله ارحم بكثير من الدراسه اللي لازم ادرسها. ما بعرف ليش انا دائما بحس بشعور انه جسمي رافض انه هو يدرس بشكل كامل، وهذا الشيء لاحظته اكثر وقت يكون في اختبارات. والمشكله انه هن بيكونوا عاطينا مده 3 اشهر حتى نحن ندرس، وبتلاقيني بهال3 اشهر قاعد عم استمتع بحياتي، عم اطلع وصير اجتماعي والتقي مع ناس ما كلمتهم يمكن من ايام الحضانه. كيفك؟ شو اخبارك؟ مين معي؟ لك ما تتذكرني، انا اديب. يا هلا اديب، اكيد انا مستحيل انساك، ما انت سرقت قلم الحبر الاخضر تبعي وخليت امي تضربني بالشبشب للمسا. تحب نطلع مع بعض؟ ولما بتمر الاشهر واخيرا انا استسلم قبل بيوم واحد من الامتحان وبجي لادرس، بستوعب وقتها ليش هن عطونا 3 اشهر لنستعد للامتحان. السؤال الاول ما له مفهوم، السؤال الثاني بعمري انا ما شفت مثله، والسؤال الثالث لسبب ما مكتوب بالانجليزي، وهن بتوقعوا مني انه انا اعرف كل هالمعلومات وانا اساسا السؤال الاول اللي ما عرفت حله هو الاسم تبعي. ففيكم تتوقعوا ان انا كنت كثير متوتر، والامتحان كان بماده الجغرافيا، وانا ابدا ما عندي اي مشكله مع الجغرافيا. لو استاذ الجغرافيا تبعنا كان بيركز عنه هو درسنا بدل ما انه هو يسبنا، كان كل مره بيدخل الاستاذ تبع الجغرافيا لازم يكسر ابو الباب، يطلعنا بتطليعه حقد وكراهيه ويقول يا فاشل يا حثاله انت وياه اللي ما بتعملوا شيء مفيد بحياتكم، اللي جالسين تتعدوا على مدخرات التقاعديه تبع اهلكم، اسمعوني منيح وانا عم اعلمكم الفرق بين الهضبه والجبل. ونحن بالفصل كنا عاطينه لقب الجاحظ لانه تحت عيونه كله في لون اسود، وكمان لانه كان مبدع بالالقاب اللي كان يعطينا اياها. مره مسك 3 طلاب من اللي عم يعملوا ضجه واعطاهم اكثر 3 اسامي بتضحك بالحياه، سمى السمين مهلط، سمى الطويل مسواك، والقصير سماه دربكه. اما بالنسبه للقبي انا سماني اديب افندي، بس لانه انا كنت قاعد عم اكل يوسف افندي بحصته. وكل ما يصير في ضجه ولو خفيفه بيدير ظهره علينا وبيقول اللي قاعد عم يدق على المقعد ياكو او يسكت لنخلص الحصه. استاذ طب ليش انت عم تسب؟
كل. وانا ما بقدر لومه انه هو كل شوي قاعد عم يسب الطلاب، نحن قاعدين بمدرسه حكوميه، بس تخيلوا انه هالجاحظ بكل هيبته ما عنده 1% بس من هيبه استاذه الفيزياء، هي عندها هاله مرعبه حولها من دون ما تعمل شيء. مثل ما قلت لكم هي كانت تشتغل بالمدرسه من 40 سنه، فلما تصرف انت 40 سنه من حياتك بمدرسه حكوميه هذا الشيء اكيد رح يكون في له اثار جانبيه، والاثار الجانبيه كلها واضحه عليها. وما بعرف شو التدريب اللي هي خضعت له، بس عندها طبقه صوت مزعجه تخليك من جوا تصير خاضع. يعني بمره من المرات انا كنت قاعد عم اسال الاستاذ سؤال، والسؤال من غبائه انا بنفسي ما كنت فهمان شو عم اسال، وهي طالعت فيني وقالت لي لا تتفالح اديب، ولحد هلا نبرت صوتها براسي قاعده عم تلحقني، وانا نايم بيجي لنام بقوم بسمع لا تتفالح اديب، بفتح البراد بسمع لا تتفالح اديب، ولما اجي لاكل مع ابي بسمع لا تتفالح اديب. ها شو قلت يا ابي؟ قلت لك اعطيني الملح. يعني حرفيا انا كنت عم جن من الكرنج. وفوق منها كانت هي تضربنا مو باي عصايه عاديه، لا هي كانت عم تضربنا بعصايه السيليكون. كانت تستمتع لما تشوفنا قاعدين عم نتالم، هذا هو مصدر قوتها، دموع الطلاب. بس مع انه فيها كل هالصفات الزبالة الا انه اكتشفت انه هي بالحقيقة كتير طيبة، بس طيابتها ما حتبين بالدوام، لانه الدوام بمدرسة حكومية يلي الطلاب فيها بيرموا بعض على بعض المتعة. وانا عرفت هذا الشيء لانه انا كنت بدورة مدفوعة هي كانت تدرس فيها، كانت لسبب ما كتير لطيفة. وحتى لما صاحبي اجا استدعاء ولي امر سمعتها عم تقول لاهله انه هو دائما بيدرس ودائما بيركز معاها بالحصة، مع انه انا وياه بحصتها عم نتابع انمي. بس نحن برايكم كيف ردينا لها الجميل؟ عن طريق انه نحن نلاحقها. طب نحن ليش كنا عم نلاحقها؟ انه كان موضوع تحدي. لما كنت انا وصاحبي طالعين من المدرسه بنشوف استاذه الفيزياء طالعه من المدرسه، هذا شيء غريب لانه احنا كنا مفكرينها جزء من الاثاث تبع المدرسه، وبعمرنا ما شفناها طالعه وهي مستعجله. فصاحبي طالع فيني وقال لي رح تكون فكره حلوه بالضحك اذا احنا لحقناها للاستاذه. ليه؟ حتى نعرف وين هي عايشه. بس هذا مو اختراق الخصوصيه؟ وين مفكر حالك انت قاعد بامريكا وعندك حقوق؟ خلينا بس نلحق. وانا طبعا وافقت لانه ما رح خلي صاحبي ياخذ كل المتعه لوحده. استاذه الفيزياء قاعده عم تمشي وعم تمشي ونحن قاعدين عم نمشي وراها وهي ما لحاسة، لحد ما فجأة منلاقيها وقفت والتفتت ونحن بأخذ سرعة تخبينا، وما بعرف إذا هي شافتنا بس هي لفت راسها وكملت مشي. ونحن لما شفنا هالشي طبعا ضلينا قاعدين عم نمشي وراها من بعيد. حرفيا ما بعرف ليش نحن كنا عم نعمل هيك، بس كنا عم نلاحقها، يعني ما كان عندنا هدف معين. ترجع بتوقف مرة تانية ونحن بأقصى سرعتنا تخبينا، وكملنا على هالحال لحد ما نحن لقيناها وقفت بحارة الأثرياء اللي بياكل كورن فليكس. وهون وصلنا لاستنتاج مهم، استاذة الفيزياء ما لها غنية أو عندها عرين لتعذيب الطلاب، استاذة الفيزياء بس عم تعطي دروس خصوصية. يعني أنا كنت مستعد لأكتشف إنه هي عندها هوية تانية مثل باتمان، وإذا حبيتوا أو ما حبيتوا تتابعوا زيادة روحوا تابعوا هذا الفيديو. أنا على فكرة اليوم معصب، يعني أنا كيف عندي متابعين حلوين مثلكم؟ رح يصير معي سكري من حلاوتكم.